حارس التراث لقب حلو. لما أجي أوفق أعمالي الفنية تأتي من كل شيء. يمكن من كلمة، يمكن من مشهد، سواء كان حزين أو مفرح، يمكن من عاداتنا وتقاليدنا، كل شيء في الطبيعة أستقي منه ويشجعني أني أنا أستمر. أنا بالنسبة لي أعمالي الفنية مثل بناتي ومثل أولادي. بديت ممارستي في مجال الفن التشكيلي من بعد التخرج، هو بداية المثابرة ومستمر فيها والحمد لله رب العالمين. لي إنتاج كثير، لي معارض كثيرة جدا، من سنة خلينا نقول 82 لحد الآن في كل سنة 3 معارض. أعشق تمثيل بلادي، شاركت كثير على مستوى الخليج طبعا، كل على مستوى الوطن العربي، أيضا ما شاركت في الدول الأوروبية كثيرة. الموهبة اكتشفتها واكتشفوني أيضا مدرسي مادة التربية الفنية والمواد الأخرى، منها مدرس التاريخ، مدرس الجغرافيا، بحكم أني كنت أرسم الخرائط المدرسية في مادة الجغرافيا كان يستغلوني في هذا الشيء، فكنت أنا في الصف مميز لأني كنت أكمل موضوعاتي في مادة التربية الفنية وأستمر. حتى في الفصحى ما كنت أطلع فصحى، أغلب الأوقات أتم داخل الغرفة، يا ما تيني السندويتش يا ما سير أجيبها وأبدأ أكمل أكل وأنا أرسم. بقية الطلاب كانوا يطلعون، حتى بعد الدراسة في البيت مثلا الجيران اللي عندهم بنات أو أولادهم محتاجين لحد يرسم الخارطة ويرسم كذا، فما كنت مانع أبدا. الأهالي عموماً ما بكلهم كانوا ذات ثقافة عالية ويعرفون أن أولادهم لازم يتخصصون مجالات معينة أو المجالات البابة مفتوح ومحتاجة إلى مزيد من التخصص. بعض الأهالي عندهم هذه الفكرة، فأنا من ضمن هذه الفئات اللي والدي رحمة الله عليهم أن نروح ودرس أي يعني أي تخصص ما أنت مكان أي معنى، سواء في الشرطة أو سواء في الفن أو ما شابه ذلك. فأنا اتجهت إلى مجال الفنون، كلية الفنون الجميلة بالقاهرة. بعد الدراسة ب5 سنوات بدأ مشواري الحقيقي كمشوار أي خريج أو أي متخصص بعد ما يكمل دراسته يثبت الآن وجوده من خلال الممارسة. هنا الآن بدأت ممارستي الحقيقي والتعلمي الحقيقي من الواقع البيئي، من الأحداث، من الإخواني الفنانين اللي سبقوني، من الناس عموما، من الأطفال، من حتى أقول شيء من الطبيعة، من الأشجار، من البحار، كل هذه الأشياء كنت أستقي منها أشياء وأترجمها في أعمالي الفنية. والدافع اللي موجود عندي هو أن أكون مخلص، أكون مثابر، أكون متحدي لنفسي أولا ثم للآخرين، أثبت وجودي كأني ابن الأمارات مغلف بأن أرد جميل هذه الدولة وأكون واحد من أبنائها اللي يفتخر في نفسه وتفتخر في دولته وأهله. الأعمال الفنية تأتي من كل شيء، يمكن من كلمة، يمكن من مشهد، سواء كان حزين أو مفرح، يمكن من أحلام، من عاداتنا وتقاليدنا، تأتي يمكن من رؤية الطبيعة بجمالها، تأتي أيضا من خلال وجهات نظر، بمعنى أشوف أشياء لا تعجبني ممكن أن أصورها بطريقة بحيث أن أرشد الناس إليها أن تصحح أو المشهد هذا أو أماكن حلوة وجميلة، أقوم بعملية تسجيلها وتوثيقها من باب أن بلدي تمتلك أماكن حلوة وجميلة زروها وشوفوها أو حافظوا عليها، المباني المعمارية على سبيل المثال وبعض البيوت القديمة. فكل شيء في الطبيعة أستقي منه ويشجعني أني أنا أستمر. الطقوس اللي أمارسها أنا
وكل فنان أعتقد له طقوس الخاصة. أنا أكون أتحدى نفسي وأنا أمارس أي عمل كان صغير أو كبير لي شخصيا أو للناس أو للمعارض، بحيث أن تكون اللوحة أفضل من اللي قبلها وتليق من رب العالمين. أكون صادق وأكون مخلص، ما أتباهى فيها من باب أني أنا مثلا خريج وبيكون أتباهى بلوحتي أو أقلد الآخرين من باب السرعة ومن باب الوصول إلى الشهرة وما شبه ذلك. هذه الأشياء ما أمشي عليها، الإخلاص، المثابرة، تحدي النفس، هاي الطقوس مالي. أنا بالنسبة لي أعمالي الفنية مثل بناتي ومثل أولادي، بغض النظر عن النتيجة اللي راح تطلع فأنا مخلص فيها. تفكيري وروحي أثناء تنفيذ مصداقيتي وأخذت مني وقت فتطلع اللوحة. أحياناً الفنان وأنا منهم تطلع اللوحة تكتمل لكن يحس اللوحة بعدها ما خلصت، ممكن يوقع لكن يحس فيه بعدها لم تنجز محتاج إلى شيء معين. فأنا من النوع اللي بعد ما أخلص العمل الفني أخلي اللوحة قدامي يومين ثلاثة أيام، مو معناته أتوقف، لا، أستمر في لوحة أخرى ولكن تم مشاهدتي على اللوحة وحوار ما بيني وما بين اللوحة. فيجي لي هاجس نفسي، هذا حقيقة، أن اللوحة خلاص مكتفية. أحيانا تيني أفكار أني بنفذ لوحة كذا طوف عليه ثلاثة أيام أربع أيام ما أنفذها، ألاقي بالجريدة أو بالتلفاز أو معرض من المعارض نفس الفكرة اللي كانت أنا في ذهني موجودة غيري نفذها. فقلت طب ليش أنا ما نفذ سبقوني؟ لذلك تولدت عني فكرة أني ما أجل من خلال الموضوعات اللي أستملها أو اللي أشوفها، قدر الإمكان أني أنفذ يكون أفضل وارتاح ذهنيا وأنفذ الثاني. أنا أريد أظهر ابن الإمارات في مجال الفنون، أنا جندي في هذا في مجال الفنون، أريد أكون المثابر، أريد أكون يعني السباق في عملية التنفيذ والإنجاز، أحب أكون قدوة للآخرين، يعني اللي يدخل مجال الفن أو أي مجال ثاني يعمل على قد ما يستطيع. بالنسبة للأساليب الفنية يعني أنا واحد من الفنانين يعني الموجودين على الساحة من اللي لهم أسلوب مفتوح، مثل الشيف، الشيف ما له أسلوب معين في أكل معينة محددة، يجب عليه أن يكون يعرف كل الأكلات وما يستجد منها، بل يبدع في عملية استنتاج أو استخراج أكلات جديدة. أقارن نفسي مع الأعمال اللي أراها خارج مستوى الدولة، المعارض اللي أشوفها من خلال المتاحف، فلن عندي المقدرة وعندي أكثر، وما زال عندي الطموح أن يكون فنان أوصل إلى مرتبة عليا في مجال الفنون، في التحدي، في المسابقات العامة، في المراكز الأولى، في 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 إلى آخر. حارس التراث لقب حلو، فعلى ما أظن طلق علي هذا المسمى دكتور علي العيدابي على ما أظن من الجمهوري السوداني، كان في الدائرة الثقافية بالشارقة، اللي كان أو كنت أسمع منه الكلام الحلو الرنان، بالإضافة إلى سمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي، ايضا لما يكون في مشاركات في معرض ويحضر وانا موجود يعطيني كلمات يعني تنعش القلب وتنعشني فنيا، الله يطول بعمره يحفظ الجميع. كل الاعمال اللي انجزها قريبه جدا لقلبي، مثل الابناء، يعني الاب عنده خمسه اولاد او سته اولاد كلهم عزيزين على قلبي دون استثناء، لكن افعال هذا تخلي هذا شوي فوق وهذا شوي تحت وهذا شوي كذا. لما اجي اوثق موضوعات البلد من عادات والتقاليد والتراث المعماري الموروثات، هذا تكون عندي انا تدخل في عروقي وطالع من ايش بقولش عاداتي والتقاليد وتراثي وديني ودولتي، فهي طبيعيا تكون الاقوى الى قلبي. الحمد لله رب العالمين، نحن كأسرة كل حد عنده شيء في مجال الفنون، فإذا يقال أن هذا وراثة فاعتبره وراثة من عند الوالدة رحمة الله عليها، كانت تحب معاونة الآخرين، يعني إذا حد تعبان مريض أو شيء ما عنده حد يبات عنده تروح، بيسافرون بيودون حد علاج برا ما حد عندهم تروح، فكان رحمة الله عليها يعني هي مثالي في العطاء. ما كنت أرسم كانت أحيانا تقعد حذالي
واستشيرها، اقول لها شو رايك كذا كذا كذا، تقول لي كمل، تقول لي زين كذا. فما هي تتحنى انا قاعد احذى لها الحنه القديم للقموس، ما قموس ما شو مثلا، قاعد متحني عمره انا احني احيانا، ارسم لها نكشه في اليد كذا، او الدائره هذه او الورود او الورد المتفتح. ف يعني هي مثلي في مجال العطاء المتنوع، وحس لذلك ان بنتي وداب على الحياه امي مثلا بالضبط. المركز اللي كان وتوقف ثم رجع مرة ثانية، مركز الإشعاعي للفنون في إمارة أبوظبي المجمع الثقافي، هو مركز كبير في عملية استقطاب الفنانين خاصة منهم المواطنين، في عملية الدورات اللي كان يعطون، في عملية تشجيع الفنانين واقتناء أعمالهم، الصفات أو خصائص المجمع بحد ذات اللي قائمين عليه كانوا كلهم دون استثناء حبوبين ويحبون الفن ويحبون الفنانين، وهذه الصفات التي يجب أن تكون متواجدة دائما. الفنان لما يلاقي بيئة بهذه الطريقة يكون عنده حافظ بقدر إذا كان قريب أو إذا كان بعيد، ولكن يرى أن هناك في مكان ينير ويستقطب الفنانين الإمارات بقدر نظر عن مستوياهم الفني. توقف فترة ما ثم رجع مرة ثانية، وهذا اللي أفرحنا أكثر أن الحمد لله رب العالمين. رجع المجمع الثقافي، رجع ونشرح صدرنا، نرجع نلتقي نجتمع، كان يفرحني هذا الشيء. نصيحتي للفنانين هي النصيحة الأولى لأهالي الفنانين بغض النظر سواء الكبار أو الصغار. الكبار فاهمين نفسهم، لكن البذرة هاي اللي راح تطلع عندها الميود الفني، إن الأهالي يهتمون فيهم بالأول، يشجعونهم، لا يغلطونهم من الفن يأخذ وقت مع الدراسة أو ما شبه ذلك. لا، الواحد ما يعرف ربما ينقلب الحال ويتغير، يكون مثل ما قلنا الاقتصاد اقتصاد الدولة يأخذ نصيب من الفنون في مجال المتاحف وما متاحف والمشاركات والمسابقات، فنفتح لهم الطريق، نوفر لهم قد ما نقدر، لأن الهواية دائما تشجع على عملية التوسع الذهني، والتوسع الذهني في مجال الدراسة يكون إيجابي يعني قوي. كبار أتمنى أن يكون مثابرة وعملية التوصي التزام المصداقية، الاهتمام بالتنافس الذاتي بالأول ثم التنافس مع الآخرين، عدم التقاعس، اليوم ما برسم باكر أو ورا باكر أو ما شبه ذلك. الفرصة العمر ما يعوض، الصحة ما تعوض، الوقت ما يعوض، فلابد أن يكون نحن مثابرين، بس كل واحد على قدر إمكانياته وعلى قدر الوقت اللي عنده، لكن لا يتوقف.